سيدي حمدي ولد الرشيد مناضل عضو لجنة مركزية في حزب الاستقلال. الصفة السياسية هي رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ولكن وجودي الآن كمؤتمر في المؤتمر 18 للحزب. نقرب شوية من الحزب، كيفاش داز الأجواء ديالو وكيفاش كانت؟ أجواء عالية جدا، زعما واحد النشوة سياسية. الحلة الجديدة اللي جا بها المؤتمر، السياق العام اللي كتجي فيه الظروف السياسية اللي كتعيشها البلاد، الرغبة الحقيقية من قيادة الحزب ومن المنظمين ومن المناضلين، والطلب والإلحاح على تجويد الحياة العامة في إطار عودة الثقة للمواطن في إطار الأحزاب السياسية، لأنه على مستوى الوطن الإعلام والصفحات والمواكبة وكل شيء أصبح يبخس عمل السياسة على أساس أنه عمل ناقص ولا يليق يعني ليس جديرا بالثقة. الآن في إطار الديمقراطيات والأعراف العالمية، هذا النوع من المؤتمرات، مرة مؤتمر ديال الأحرار، مرة مؤتمر ديال الأسرى المعاصرة، اليوم جات نوبتنا في حلة جديدة في ظروف ممتازة جدا. الكل عنده إحساس غريب جدا ورغبة على إنجاح هذا المؤتمر، ورعف سقف العمل السياسي على أساس أنه كان واحد التكامل على مستوى الجهات، كان واحد الرغبة كبيرة، وليس كلاما فضفاضا ما فيه جوهر وما فيه مضمون، بينما هي رغبة. أنا أحد يعني المساهمين إن شاء الله، تربيت مع الرواد لأنه هذا حزب له 90 سنة، ما جاء من عبث وليس مفاجئ وليس بالقريب، هذا حزب المغاربة كامل كما كنقولوا ضمير الأمة. ضمير الأمة لا بد له من مواصفات ومؤهلات. أتمنى أن يكون هذا الحزب دائما فيه ذيك البركة وفيه ذاك الأصل وفيه ذاك التميز اللي فيه رغبة السياسيين في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية. بطبيعة الحال ما نبخسوا الأحزاب السياسية عملها ولا تواجدها، ولكن بعد ومكانة حزب الاستقلال وعراقته لا ينفي أن يختلفوا عليها اثنان. اليوم في سنة 2024 في نظرة جديدة، في حلة جديدة من التدبير الوطني، وفي إطار هذه الأغلبية اللي احنا مشاركين فيها ومكون كبير منها، لابد أن نخرطوا في تحريك وتخليق الحياة العامة السياسية، ولابد فتح فرص للمؤهلات الوطنية اللي كلها يعبر عن مكانته، ولابد حتى مولي الأحزاب تكشف عن مؤهلات أولادها يعني عبر التمرس. يعني هل كنقول لك راه تشراه مدرسة؟ ما هدف على أساس أنه واحد يوصل منصب، أكيد على أساس أنه وسيلة باش يقد حد يوصل وباش يقد ينفذ ياسر المشاريع، ولكن في جوهره المدرسة الكبيرة هي هذه الحياة العامة وهذا التخليق السياسي اللي كيكون الأجيال اللي غادي تدبر إن شاء الله مستقبلا البلاد. الديمقراطية يكفي اثنان، هي بحد ذاتها منافسة يكفي، ولكن ما المهم من هم المنافسين على كرسي الأمانة العامة؟ من هو الشخص المناسب للأمانة العامة؟ أما من ناحية الأعراف الديمقراطية، هذه طبيعة الديمقراطية، لابد تكون هناك منافسة ولي تتبعها منافسة في اللجنة التنفيذية، وهذا شيء عادي. نتمنى جاهدين للجميع التوفيق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.